السنة الأمازيغية أنا سبق لي قلتها وغادي نقولها هاد السنة، هادي غادي نحتفلوا بالسنة الأمازيغية، وغادي غادي إن شاء الله غادي إن شاء الله إن شاء الله نتوقفوا مرة أخرى باش نشوفوا شنو هما الإجراءات اللي دارت هاد الحكومة هادي. الحكومة في قانون المالية السنة الماضية 2022 كانت خصصت واحد 200 مليون درهم، هاد السنة في القانون المالية ديال 2023 300 مليون درهم، بمعنى على المستوى السياسي الإرادة ديال الحكومة حاضرة لكي ننجح جميعا في هذا الورش هذا اللي محسوم دستوريا ومحسوم أيضا سياسيا ومحسوم من جميع من أعلى هرم من الدولة، والخطاب ديال أش دير مازال يعني يتردد في مسامعنا جميعا. الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات نذكر بها، أولا إعداد برنامج عمل لإدماج الأمازيغية في الإدارة العمومية وجد، إصدار المنشور رقم 1/2022 بتاريخ 15 أبريل 2022 في شأن تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارة العمومية، مراجعة الإطار القانوني لصندوق تحديث الإدارة العمومية، وتكلمت على المبالغ المالية. تضيف 460 عون مكلف باستقبال والتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية لتسهيل ولوجهم للخدمات العمومية. تضيف 60 موظف مكلف بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية للتجاوب مع مجموعة من المتطلبات. توفير مجموعة من الحواسيب. إدراج اللغة الأمازيغية، هذه مشاريع قيد الدرس، إدراج اللغة الأمازيغية في المواقع الإلكترونية الرسمية وترجمة محتوى اللوحات وعلامة التشوير للأمازيغية. وهذه واحد اليومين كان اجتماع على مستوى الأمانة العامة باش نمشيو الآن لما هو أعمق، نمشيو للقوانين، نمشيو للتشريع، ثم نمشيو إن شاء الله في مستوى إن شاء الله ثاني، نمشيو للمستوى المتعلق بالجريدة الرسمية لكي إن شاء الله تهي نصدرها فمجموعة من الأوراش المفتوحة الآن، وكيف ما قلت سوف نحتفل بقوة بهذه السنة الأمازيغية، ونتمنى إن شاء الله نضل بصدر ربي أنا فغرمين يسعدين.